انطلقت مساء أمس فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الـ17 على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصري اللي بتحمل اسم الفنانة القديرة سميحة أيوب، وهي واحدة من أعظم أيقونات المسرح المصري والعربي. الدورة دي بتشهد تكريم 10 قامات مسرحية متعددة التخصصات. مهرجان المسرح المصري هو حدث فني مهم بيقدم ملامح للمسرح المصري على مدار عام كامل من خلال إنتاج الفرق المسرحية والمشاركة بعروض مختلفة من مسرح الدولة، القطاع الخاص، الشركات، المجتمع المدني، كمان فرق الهواة والمسرح الجامعي والنقابات الفنية ومختلف الجهات الإنتاجية وفق الضوابط الفنية اللي بيعتمدها المهرجان. الهدف هو تشجيع المبدعين على التنافس والتطوير من أجل مشاركة في صناعة أعمال تليق بتاريخ المسرح المصري. خلينا نعرف تفاصيل. معانا على تليفون الأستاذ جمال عبد الناصر، رئيس اللجنة الإعلامية بمهرجان المسرح المصري. صباح الخير عليك يا أستاذ جمال، أهلا وسهلا. صباح الخير على حضرتك وعلى كل السادة المشاهدين. بداية لو نتكلم عن الاحتفالات اللي شهدها أول يوم لانطلاق المهرجان. هو طبعا امبارح كان حفل الافتتاح، ويمكن أستاذ محمد رياض كان حريص ان هو يعمل نقلة مختلفة لمهرجان المسرح. قبل كده ما كانش بيبقى فيه ريد كاربت، ما كانش بيبقى فيه قنوات كتير بتيجي تغطي، كان المهرجان بيتعمل كده بس جوه قاعة المسرح الكبير بدار الأوبرا بدون يعني احتفالات كرنفالية ووجود مثلا فرقة بتعزف وناس بتعمل مثلا مشاهد تمثيلية. هو حب ان هو يحتفل اكتر ويقرب المهرجان للجمهور. يمكن ده من اختياره في الدورة اللي فاتت لاسم النجم عادل امام ان هو يبقى الدورة باسمه. السنة دي اختيار سميحة ايوب، فهو كان حابب قوي انه يقرب المهرجان لرجل الشارع وللناس العادية اللي ما كانتش تعرف ان في مهرجان. كانت الناس بتعرف في مصر مهرجانين بس، مهرجان القاهرة السينمائي ومهرجان البونة او يعني ومهرجانات تانية، لكن هو كان عايز يعمل النقلة دي، واعتقد ان هو بالفعل نجح فيها، لان انا شاهدت ده مع ناس عادية بسطاء لقيتهم عرفوا ان عادل امام في دورة معمولة باسمه وان سميحة ايوب في دورة معمولة باسمها. فده كان متحقق على مستوى يعني المهرجان امبارح. طب استاذ جمال، يعني اختيار موفق جدا، السيده سميحه ايوب سيده المسرح العربي وصاحبه طبعا مسيره فنيه طويله، قدمت العديد من العروض اللي عمرنا ما ننساها ابدا على خشبه المسرح. اختيار الفنانه سميحه ايوب وتكريمها خلال هذا المهرجان والدوره 17 من مهرجان المسرح المصري. طبعا اختيار سميحه ايوب هو اختيار اللجنه العليا للمهرجان بالاجماع، لان الفنانه القديره والكبيره سميحه ايوب زي ما قلت حضرتك برضو من شويه يعرفها رجل الشارع ويعرفها المواطن العربي في كل الدول العربيه. صحيح. لان هي تمتلك لقب سيده المسرح العربي. عايز اضيف ان سميحه ايوب هي الممثله المسرحيه الوحيده في مصر اللي قدمت تجارب عالميه، لانها راحت عرضت مسرحيه ليها في فرنسا لمده 15 يوم. صحيح. بمخرج فرنسي، واستعانت بعدد من المخرجين العالميين من روسيا ومن فرنسا ومن انجلترا وقدمت تجارب عالميه، فنقدر نقول ان هي الممثله المسرحيه العالميه اللي احنا كلنا بنفتخر بيها. فاختيارها يعني لا خلاف عليه، مفيش واحد هيختلف ويقول لك ليه اخترت الفنانه الكبيره سميحه ايوب. ويمكن امبارح عرضنا فيلم مخصوص اتعمل خصيصا عشانها وهي كانت بتمثل في الفيلم ده، وكانت رسالة الفيلم مهمة جدا ان واحد عامل دليفري بيجي لسميحة ايوب عشان يجيب لها يعني بيوصلها دليفري يعني، فهو مش عارف دي مين، هو بس عارف الاسم سميحة ايوب. ففجأة بقى انت احنا بنعرف القصة، عامل الدليفري دي، بعد كده هي بتحكي له وبتعرفه بتوري له فيلم، بعدين عامل الدليفري بيحب الفن من خلالها، بعد كده بنشوفه بعد كده ان هو مخرج لانها بتاخده توديه المسرح القومي فبيحب الفن. بعد سنه بنلاقيه هو مخرج وقدم في عدد الفنون المسرحيه وبقى من المخرجين المعروفين. فدي كانت قصه فيلم اتعمل امبارح عنها، وهي نفسها كانت بتمثل فيه هي والدكتور ايمن الشيوي الفنان طبعا ومدير المسرح القومي وعدد كبير من طلبه الورش اللي موجوده في المهرجان. فتعمل لها فيلم خصيصا اخراج الاستاذ اشرف فايق وتاليف الاستاذ نادر صلاح الدين اللي هو مخرج حفل الافتتاح. فكان فيه اهتمام كبير جدا واحتفاء كبير جدا بالفنانه الكبيره والقديره سميحه ايوب.
طيب الإعداد للدورة دي من مهرجان المسرح المصري أكيد ما كانتش سهلة يعني وبسيطة عشان تطلع بالشكل الكويس اللي احنا شفناه. على احنا بنشتغل على المهرجان والله يا أستاذة من حوالي أكتر من 3 شهور أو 4 شهور. يعني مبدئيا كده احنا الورش بدأناها قبل المهرجان. كان دايما الورش بتتعمل 2 3 ايام جوه المهرجان وخلاص. لا، الاستاذ محمد رياض عمل الورش عشان يبقى في استفاده اكبر قبل المهرجان بشهرين. احنا شغالين من خلال 5 ورش اشتغلوا، وفي دلوقتي ورشه شغاله هي اخر ورشه، ورش في الالقاء وفي التمثيل وفي الديكور المسرحي وفي حاجات كتيره جدا. فكان المهرجان عامل حاله من خلال هذه الورش، ونتاج الورش دي ان العرض الافتتاحي امبارح وفيلم اللي انا قلت حكيت لي عن سميح ايوب، الابطال بتوعه والمشاركين فيه هم خريجين هذه الورش في التمثيل. وكانه مشروع التخرج يعني. لا يعني تم هم بعد ما اتخرجوا المخرج الاستاذ نادر صلاح الدين والاستاذ اشرف فايق هم اختاروا مجموعه منهم ان هم دول يشاركوا في الافتتاح، ودي اول مره بتتعمل. يعني قبل كده كانوا بيجيبوا مثلا ناس محترفين او كان مخرج حفل افتتاح بس، فدي كانت اول مره ان نتاج الورش دي والممثلين يشاركوا فيها يشاركوا في الافتتاح في الفيلم وفي العرض المسرحي. فالاستعداد كانت من بدري جدا جدا جدا، وده بيحرص عليه دايما الاستاذ محمد رياض، علشان هو فعلا المهرجان ده انا بقول لك هو بجد من اصعب المهرجانات اللي موجوده. صحيح. في مصر وفي الوطن العربي، لان في عدد عروض كبيره جدا وفي كل الجهات الانتاجيه. أيوة. اللي بتشارك من المسرح، يعني مسرح القطاع الخاص زي ما حضرتك ذكرت كده في المقدمه، انا بحييك انك وضحت للناس ان ايه هو المهرجان وان المهرجان ده بيجمع ايه. ده بيجمع كل قطاعات المسرح. صحيح. كل انتاج المسرح المصري خلال سنه بيشارك في هذا المهرجان. وانا بدعو الناس المشاهدين كلهم يعني انهم يروحوا يشاهدوا العروض المجانيه، يعني العروض كلها مجانيه وهيستمتع، وفي عروض فيها فنانين كبار. صحيح. ونجوم زي علي الحجار ورانيا فريد شوقي وميدو عادل، وفي عروض هي عروض جامعه فيها افكار حلوه طبعا. قوي. يعني انا بدعو والله كل الناس انها تروح. هو حاله مسرحيه، احنا محتاجين كده نستعيد حاله المسرح في مصر، ويبقى تفاعل الجمهور يروح زي زمان، الاسره تروح وتتفرج على عرض مسرحي، جهات انتاجيه مختلفه، مسرح الهواه، مسرح الجامعي، القطاع الخاص، مسرح الدوله بكافه الوانه. سؤال لحضرتك، يعني ازاي المهرجان ده بيعكس المشهد المسرحي في مصر دلوقتي؟ ازاي ممكن يدعم كل صناع المسرح سواء على مستوى الإخراج والكتابة والتمثيل وكافة الفنون؟ ازاي ممكن مهرجان المسرح المصري يدعم المشهد المسرحي في مصر؟ هو بالفعل والله يعني حضرتك لو اللي بيتابع المهرجان وبيشوفه هيلمس فعلا ان المهرجان بيدعم المسرح المصري. هقول لك من خلال ايه؟ من خلال عروض بيقدمها طلبة جامعة، واحيانا بتلاقي ان العروض الجماعيه هي اللي بتفوز بالجوائز في المهرجان وبتتفوق على عروض اللي احنا هنقول عليهم محترفين، زي عروض البيت الفني وزي عروض الهيئه العامه لاصول الثقافه. ودي بتبقى يعني حاجه غريبه جدا، ان بيبقى لسه يعني طلبه في الجامعه بس عندهم افكار وعندهم يعني وسائل بيستخدموها في المسرح، وبيتغلبوا على الانتاج الضخم بان هو ممكن يعملوا عروض ما فيش بادجت خالص، لكن رغم ذلك افكارهم بتبقى افكار جريئه جدا، وافكار بتبقى فعلا بتحمل يعني الهموم اللي بيعيشها الانسان في العالم. وفي بعض العروض اللي بيختاروها بتبقى هم اللي مؤلفينها، والاخر بيبقى من ماخوذ عن نص اجنبي وهم عاملين له اعداد. ففعلا العروض اللي بتقدم من خلال المهرجان في بعضها بيكون في درس للانتاج، ان مش شرط يعني انك عشان تعمل مسرحيه ضخمه وناجحه وفي اقبال جماهيري ان يبقى في ضخامه في الانتاج وديكورات عظيمه. صحيح. لا، في عروض بتقدم من غير ديكورات. صحيح. بس الفكره نفسها. في عروض بتقدم تلاقي مثلا عرض اسال على تكلفه الانتاجيه تلاقيها مثلا 5000 جنيه بس، وتلاقي عرض تاني ممكن غيره متكلف فوق النص مليون
بس اللي فاز هو اللي متكلف 5000 جنيه. بس تخيل. اعتقد استاذ جمال ان ده واحد من الحاجات اللي كانت موجوده في الورش، الافكار او الخروج بالافكار بره الصندوق، مش لازم تبقى التكلفه مبهره، ولكن الديكور واحد من الادوات المهمه جدا في المسرح، والابهار ده بيبقى مستنيه جمهور المسرح. اعتقد دي واحد من الحاجات اللي كان الشباب درسوها في الورش. ده حقيقي فعلا زي ما حضرتك قلت كده، ان كانوا دايما يعني مدربي الورش بيقدموا الافكار دي وبيناقشوها مع الطلبه او المتدربين الموجودين في الورش، علشان في النهايه هو المسرح يعني عايز اقول ان هو مش بالانتاج الضخم، هو ممكن بالفكره، هو الفكره هي اللي ممكن تبيع بيها صحيح. للجمهور ويشتروا منك ويتفرجوا وتحقق النجاح المطلوب. طب مين ابرز المكرمين في الدوره 17 من مهرجان المسرح المصري؟ هو طبعا احنا عندنا 10 قامات مسرحيه، منهم طبعا الفنان احمد بدير، واللي انا بتشرف ان انا بألف كتاب عنه في المهرجان، وهو كتاب بعنوان تنوع الاداء وسلاسه الاداء للاستاذ احمد بدير يعني وعمق التجربه. يعني العنوان ده اللي انا كنت يعني عايز اقوله من خلال، او ده المضمون اللي انا عايز اوصله للناس في تجربه احمد بدير. وفي كمان الاستاذ احمد ادم بيكرم ممثلا لمسرح القطاع الخاص، في الاستاذ عزت زين الفنان والنجم ممثلا لقطاع الهيئه العامه لاصول الثقافه. هو حتى اختيارات المكرمين هتلاقيها متاخده من جهات، يعني كل حد بيمثل جهه معينه. في طبعا الاستاذ اسامه عباس الفنان الكبير واللي كلنا طبعا بنشهد تاريخه المسرحي. في الاستاذ عبد الله سعد، وده مخرج اوبرالي وممثل شارك في اعمال مسرحيه وسينمائيه مع الاستاذ محمد صبحي في تخاريف، ومعاه في العميل رقم 13. في ايضا من المكرمين الدكتوره نجوى عنوس، ودي استاذه مسرح كبيره وناقده طبعا. عملت كتير من الكتب عن المسرح. انا مش عايز انسى حد، مصمم الاستعراضات الدكتور عاطف عوض، ده برضه مجال اخر بيكرم من خلال المهرجان. في ايضا المنتج الكبير الاستاذ احمد الابياري، ده ابن الاستاذ ابو السعود الابياري، وراجل عاش في المسرح من وهو طفل لحد دلوقتي، وانتج الكثير من الاعمال المسرحيه لكبار النجوم بقى، يعني سمير غانم اغلب انتاجات مسرحياته كانت من خلال الاستاذ احمد الابياري. فاسماء كتير. الفنانه سلوى محمد علي، مش عايز انسى حد، بس استاذه كبيره الفنانه سلوى محمد علي، برضو يعني فنانه مسرحيه وقدمت تجارب مسرحيه في المسرح المستقل كمان، وطبعا كان جوزها المخرج الكبير راح الاستاذ محسن حلمي، فقدمت معاه تجارب. هي اسماء كلها طبعا قامات مسرحيه كبيره تستحق طبعا كل اشاده وتقدير. بنشكرك استاذ جمال عبد الناصر رئيس اللجنه الاعلاميه بمهرجان المسرح المصري.